هذه كانت آخر مرة يطأ فيها جواد قدار ملعب كرة قدم. الرجل كان ينتظره القدر المحتوم آخر 10 دقائق قبل الرحيل. بدأت المباراة كما انتهت حزينة لم تحفل بالأهداف. هنا حس عن حسن تقادير لم ينل من تركيز الحارس بسطارة. ياسين البساطي يمرر لكواكو كرة عكسها الحظ فأخطأت شبك بسطارة. فريق النادي القنيطري هنا رد بقوة وفهد الأحمدي يتدخل بكل براعة. هذه كانت أحدى أنذر المحاولات للنادي القنيطري. أما على الضفة الأخرى الضغط كان قويا والتألق كان كبيرا لبسطارة. البساطي جال وسط ومد زملائه في أكثر من مرة بكرات غير قابلة للإهدار. هنا اقتربت المباراة من النهاية وشبك الزوار تأبى أن تهتز. رجل المباراة كان حارس النادي القنيطري. انتهت المباراة ورحل جواد قدار. كانت هذه آخر مباراة في مشواره 28 سنة. أزمة قلبية عجلت بوفاة قدار مخلفا وراءه ذكرى طيبة لن ننساها لهذا اللاعب.